دور مهم جدا للجبهه الداخليه، ان الجبهه الداخليه كانت بتساند الجبهه الخارجيه. كمان استمر الحشد ده كمان لطول فتره الحرب، يمكن لحد العيد. يعني احنا عارفين ان الحرب كانت يوم 10 رمضان، وطبعا واستمرت لحد عيد الفطر، وانه ازاي حتى التغلب على الازمات اللي ساعات بتنشا في اوقات الحروب، ازاي ان الشعب كان متكاتف قوي مع يعني يمكن مع الجبهه الحقيقيه اللي كانت موجوده في قناه السويس، زي ما حضرتك وضحت شويه والسياده اللي هو كان بيتكلم من شويه. الجبهه الداخليه كمان كان ليها دور مهم جدا، وكان ليها دور فعال. يمكن كمان بنشوف اراء الفلاحين، وازاي ان الفلاحين بيقولوا ان احنا، يعني كان في فلاح يعني بيتكلم من المنوفيه بيقول انه انا عندي مثلا، احنا عندنا القريه بتاعتهم كانت حوالي 3000 واحد، وازاي ان 200 منهم مجندين على الجبهه، منهم اخ واب كل بيت كان فيه جندي على الجبهه. بالظبط. وازاي ان هم بيقولوا، يعني انا يمكن كنت يعني بشوف المشاعر، ما كانش فيها مشاعر خوف على الجنود وعلى يعني اقربائهم وعلى اخواتهم وغيرهم، لكن كان في نوع من الفرحه، وان هم بيتمنوا ان هم يكونوا مكانهم. ده يمكن الفصل الخاص بالعمال والفلاحين. يمكن كمان الجزء الخاص بالمثقفين اللي حضرتك نوهت، طبعا الكتاب هو اسمه الثقافه سنه 73 سيره شعبيه لحرب اكتوبر. الجزء الخاص بالمثقفين، يمكن اراء المثقفين الكبار زي نجيب محفوظ، الاستاذ توفيق الحكيم، الاستاذ يوسف السباعي، يمكن كانت عظيمه. الاستاذ نجيب محفوظ اطلق على الحرب لقب قال ان هي عوده الروح للمصري، وسماها كمان ثورة 6 أكتوبر، لأنها قال إن الحرب هي عبارة عن صراع قد ينتهي بالهزيمة أو النصر، لكن الثورة هي يعني شيء بيكون فيه نوع من الإنسان نفسه بيتغلب على الكثير. وده اللي حصل في يعني ده اللي حصل في 6 أكتوبر، إنها الحقيقة غيرت من يعني من المعدن الإنسان المصري الأصيل، وجابت المعدن الأصلي، المعدن الفعلي للإنسان المصري، الشعب المصري. الكتاب مقسم لفصول 6 أعتقد أو 5 والفصل السادس.